لكن لو سألتك يا عبد الله عن أهم الأشياء يعني اللي فقدتها وتتمنى حصولها بعد إصابتك يعني بالشلل والإعاقة. أماني، في ثلاثة أماني تتعبني، هي حسرة، أمنية أني أسجد لله سجدة وإن شاء الله ما أقوم منها. في خوف داخلي، في آية في القرآن تقول يوم يكشف عن ساق فيدعون إلى السجود فلا يستطيعون. أنا لا ما أقدر أسجد لله. أيام ما كنت أمشي ضيعت صلوات كثيرة. الآن في ناس ممكن يحزنوا عليها صح، يشوفوني بهذه الحالة يحزنوا عليها، لكن لما أكون ما أصلي ما حد يحزن عليها. الثانية أني أقلب ورقة بالمصحف، هذه أنتم ما تفكروا فيها، أنا أشوفها مثل الجبال. الثالثة أني نفسي وقت عيد أو مناسبة أو فرحة أدخل البيت أضم أمي.